إذا أربط وأهتدي. إذا تعرفنا في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن نعلم بأن الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة. كتب إلي صديقي فيليب القاطن بالديار الفرنسية رسالة يسألني فيها عن الأعمال التي تفسد الصوم وعن الأعذار المبيحة للفطر، فقررت أن أجيبه عن رسالته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري. إذا نستنتج أن من مفسدات الصيام النية لما سبق، فالصوم بلا نية فاسد أصلا، يعني يجب أن نبيت النية قبل الفجر. من مفسدات الصيام كذلك تعمد إيصال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، إذن يجب أن نتجنب إيصال شيء إلى المعدة عن طريق الفم. من مفسدات الصيام كذلك تعمد إيصال شيء مائع إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو الأذن. تعمد إدخال أبخرة إلى الحلق، تعمد، لأن يجب أن نتجنب تعمد إدخال أبخرة إلى الحلق. من مفسدات الصيام كذلك الجماع. ومن مفسدات الصيام تعمد إخراج القيد. وما يفسد الصيام كذلك الردة عن دين الإسلام، أي الخروج من الملة الإبراهيمية السمحاء. نتعرف كذلك من مبيحات الإفطار فقدان العقل بإغماء أو جنون. وما يبيح الإفطار كذلك المرض وكبر السن اللذان يشق معهما الصيام. ثالثا نزول دم الحيض أو النفاس. من مبيحات الإفطار كذلك الجوع والعطش الشديدان. خامسا الحامل إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها. سادسا الرضاعة إذا خافت المرضع على نفسها أو رضيعها. وسابعا من مبيحات الإفطار كذلك سفر القصر. نستنتج كذلك ونتذكر تعريفا للقضاء والكفارة والفدية. القضاء إعادة الصيام اليوم الذي أفطره بعد شهر رمضان، والكفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما الفدية فهي التصدق بمد طعام مقدار حفنة من الطعام عن كل يوم يفطر فيه. إذا كان نشاط تطبيقي أصل بخط بين العبارة وما يناسبها. أقرأ العبارات: الصوم بلا نية، خوف المرضع على رضيعها، نزول دم الحيض أو النفاس، تعمد إخراج القيء، السفر القصر، يبيح الإفطار،
يبطل الصيام. إذا في نظركم الصوم بلا نية، إذا الصوم بلا نية فهو يبطل الصيام، فإذا لم نبيت النية قبل الفجر فصيامنا باطل. أما خوف المرضع على رضيعها، إذا خافت المرضع على رضيعها نهار رمضان ماذا تفعل؟ إذا فهو عذر يبيح الإفطار. بالنسبة لنزول دم الحيض والنفاس كذلك عذر يبيح الإفطار، وهو يعني في نهار رمضان طبعا. تعمد إخراج القيء فهو كذلك يبطل الصيام. والسفر القصر فهو رخصة كذلك يبيح الإفطار. ننتقل الآن إلى نشاط آخر نصل بخط بين العبارة وما ينسبها. أقرأ العبارة: سفر القصر، المرض المزمن وكبر السن، الأكل والشرب عند نهار رمضان، الجوع والعطش الشديدان، خوف الحامل على جنينها. إذا سنربطها بالعبارات: القضاء، إذا هذا الرخص ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه القضاء؟ أم تجب عليه الكفارة؟ أم تجب عليه الفدية؟ بالنسبة لسفر القصر، إذا هذا الشخص كان مسافرا مثلا 3 أيام، ولما انقضى شهر رمضان ماذا سيفعل؟ إذا القضاء، إذا يقضي الأيام التي أفطر فيها دون أن يزيد عليها، هذا هو القضاء. أما بالنسبة للمرض المزمن، المرض المزمن هو المرض الذي لا يرجى شفاؤه، وكبر السن اللذان يشق معهما الصيام. إذا بالنسبة لهذه الحالة، نعم، إذا الفدية، أحسنتم، تجب عليه الفدية، وهي كما سبقت الإشارة إلى ذلك التصدق بمد طعام عن كل يوم يفطر فيه. أما الأكل والشرب عمدا نهار رمضان، أذكر أن هذا الشخص بالغ عاقل مكلف مسلم، يعني تتوفر فيه جميع شروط الصيام، ولكنه أكل وشرب عمدا، إذا ماذا يجب عليه؟ إذا تجب عليه الكفارة طبعا، لأن ليس لديه عذر شرعي، ليس لديه عذر شرعي يبيح له الإفطار في رمضان. أذكر بأنه توفرت فيه جميع شروط الصيام 7، ألا وهي يعني العقل والبلوغ ودخول شهر رمضان والقدرة إلى آخره. ثم الجوع والعطش الشديدان، إذا كان الشخص مسافرا ولكنه أحس بعطش شديد، أو كان يعمل في أحد الحقول وأحس بجوع وعطش شديدين، فماذا يجب عليه؟ إذا فهذه رخصة له بأن يفطر، فالإسلام دين يسر. إذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. وخوف الحامل على جنينها كذلك يجب عليه أو تجب عليها القضاء. إذا أعيد مرة أخرى: الجوع والعطش الشديدان، وخوف الحامل على جنينها، يعني يجب عليهما القضاء، أي قضاء الأيام التي أفطروا فيها. إذا أغني تعلماتي كنشاط لإغناء تعلماتكم. سافر رجل إلى البادية وهو صائم في يوم شديد الحرارة، فخشي على نفسه من الهلاك لأن اليوم كان شديد الحرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، رخص له بأن يقصر الصلاة.
وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. يعني رخص لهم هذه الفئة، رخص لها الشرع الحكيم أن يفطروا في رمضان. أخرجه الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك. أولا أبين حكم من أفطر وهو مسافر. إذا حكم من أفطر وهو مسافر فهو عذر مبيح للإفطار، يجوز له أن يفطر لأنه مسافر. ثانيا أبرز من خلال أحكام الصيام رحمة الإسلام وتقديره لحياة الإنسان، فكما أسلف بأن الإسلام دين يسر، وهؤلاء الأشخاص لا تتوفر فيهم القدرة على صيام رمضان، لذلك رخص لهم الشرع الحكيم بأن يفطروا رحمة فيهم. إذن كنشاط للتهيؤ عزيزاتي أعزائي، أقترح عليكم أن تسألوا أحد أفراد أسرتكم عن فضل تلاوة القرآن الكريم، وأسجلها طبعا في دفتري. إلى هنا عزيزاتي أعزائي، أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر بحول الله.